بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وأزيد وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين. إخواتي وحبايبي الكرام، من جد لقاءنا معكم من قناة تربية الأرانب مع أبو نرمين. أرجو الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، اللايك والشير علشان يصلك كل جديد. تنسناش اللايك بتاعك، هو اللي بيشجعنا، هو اللي بيخلينا نقدر نكمل معاك. عايزين الفيديو يا شباب يوصل لألف لايك. تحياتي لكل من يتابع القناة من جوه مصر ومن خارج مصر، تحياتي لجميع الدول العربية والدول الأجنبية. حلقة النهاردة يا شباب بتتكلم عن ردا على سؤال على القناة من متابعين، بيقولوا الوجبة بتاعة الأرنب قد ايه، وجبة الأرانب قد ايه يا شباب. طبعا في ناس كتير بتألف بطريقة عشوائية، بتألف الأرانب بطريقة عشوائية، وطبعا علف بطريقة عشوائية بيسبب في خسارة الأرانب وموت الأرانب يا شباب. ليه؟ انك لما بتقلب بطريقة عشوائية الأرانب بيجي لها انتفاخ، بيجي لها إسهال، بيجي لها كوكسيديا، الأرنب بتاعك بيموت وانت ما تبقاش عارف السبب ايه. ترجع بعد كده تقول الأرنب مات. طب مات ليه؟ طب ما انت اللي غلطان، انت السبب، انت اللي عملت المشكلة ديت. الأرنب يا شباب له موازين معينة من العلف، له كميات معينة من العلف، ما ينفعش ان احنا نتعداها ونتخطاها، لان اما كتر العلف الارنب يا شباب بيسبب خسارة كبيرة عندك في الارانب، سبب خسارة كبيرة عندك في الارانب. هناخدها كده واحدة واحدة بالترتيب، من ساعة ما الارنب بتفطم. هناخدها واحدة كده يا شباب بالترتيب كده معايا، من ساعة ما الارنب بتفطم لحد ما الام تبدأ ان هي الارنب ده يبدأ يشتغل معاك، يعشر معاك ويولد ويرضع كمان. تمام، يلا بينا يا شباب. مبدئيا كده يا شباب، انت بتفطم الارنب على عمر 35 يوم، العمر الصح لفطم الارنب عمر 35 يوم تفطم الارنب. تمام، اول يوم بتعلف الارنب يا شباب لمدة من اسبوع لعشر ايام، بتعلف الارنب نسبة 50 جرام يوميا، 50 جرام في اليوم نسبة العلف بتاع الارنب المفطوم، 50 جرام في اليوم. عايز تحطهم الصبح ماشي، عايز تحطهم 25 الصبح و 25 بالليل ماشي، عايز تحطهم كلهم على بعضهم بالليل برضو ماشي. المهم ان الارنب له نسبة من 40 ل 50 جرام في اليوم بالنسبة للأرنب المفطوم. لمدة قد إيه؟ لمدة 10 أيام. لمدة 10 أيام يا شباب. ليه؟ لأن الأرنب بيكون في الفترة ديت لسه المعدة بتاعته ضعيفة، ما تتحملش نسبة البروتين العالية اللي في العلف، ما تتحملش أي حاجات في العلف، الأرنب لسه المعدة ضعيفة يا شباب، مش متحملها. فطبعا اللي بيخليك الارنب بتاعك ان هو يتعب منك او يحصل فيه مشاكل، ان انت حضرتك بتالف الارنب ماشي بكميات كبيرة، كميات كبيرة يا شباب مع بعضه. وطبعا ده اكبر مشكلة، اكبر مشكلة انك تالف العلب الارنب كمية كبيرة. يا الارنب يجيله انتفاخ ويجيله اسهال ويجيله تحجر. يبقى اتفقنا ان الارنب الصغير هياكل من 40 ل 50 جرام لمدة 10 ايام. تمام، بعد ال 10 ايام بتزود النسبة ل 70 جرام، زود النسبة ل 70 جرام، 70 جرام. تمام، بعد 10 ايام يا شباب بتزود النسبة كمان ل 100 جرام، يبقى كده اصبح الارنب معاك، اصبح الارنب كده معاك يا شباب بياخد 100 جرام في اليوم. الارنب بياكل كده معاك 100 جرام في اليوم. ده بالنسبة للارنب اللي هو عمر شهرين وخمس ايام، يعني 35 يوم تفطم الارنب بعد 35 يوم يا شباب، بعد كده بتأكل لمدة 30 يوم، يبقى كده الارنب وصل معاك عمر شهرين وخمس ايام، الارنب كده ياكل معاك 100 جرام في اليوم، 100 جرام في اليوم. لازم يكون عندك ميزان حرارية حساس كده يا شباب، لازما. ليه؟ الميزان ده بيعرفك الموازين، بيعرفك هتحط قد ايه للارنب،
بعرفك انت فطمت الارنب عمر 35 وزنه قد ايه، بعرفك انه بعد 10 ايام وزنه زاد معاك ولا لا، بعد 20 وزنه زاد معاك ولا لا، 30 زاد معاك ولا لا. يبقى اصبح ان قلنا الارنب على عمر شهرين وخمس ايام ياكل معاك 100 جرام، يفضل ماشي معاك على 100 جرام لحد ما الارنب يحصل 3 كيلو ونص. من 3 كيلو ل 3 كيلو ونص الارنب ماشي معاك على نسبة ال 100 جرام يا شباب. الارنبة بدأت تلقح الارنبة ده يا شباب، ولقحتها معاك اهيت وتم عملية التلقيح ومسكت عشار تمام. ابدأ ان انا ازود النسبة يا شباب من 100 من 100 جرام الى 120 جرام، يعني من 100 ل 120 على حسب اكل الارنب. الارنب بياكل ال 100 جرام وبخلصهم، ازود له كمان 20 جرام يبقى 120 جرام. 120 جرام تمام. الارنبة بقى عشرت معاك وجت في الايام الاخيره بقت تقيله في العشار والكلام ده، اقوم رايح مزود النسبه كمان يا شباب لكام؟ ل 130 جرام. 130 جرام الارنبه جت ولدت يا شباب، ولدت معاك، اخلي نسبه الارنبه في اليوم 150 جرام في اليوم، 75 الصبح و75 المغرب، 75 جرام الصبح و75 جرام المغرب. يبقى كده اتفقنا يا شباب، 100 جرام 120 جرام لحد ما الارنبه تولد، بعد كده ترفع النسبه لحد 150 جرام لحد ما الارنبه تولد معاك يا شباب. الارنبه كده بتولد معاك ايات والده معاك، تاكل 150 جرام في اليوم. والذكر نفس الطريقه من 100 جرام ل 150 جرام، الذكر من 100 جرام ل 150 جرام تمام. طب انت عندك الارانب يا شباب بقى الصغيره بدات تكبر، اللي هي اللي مولوده ورا امها بدأت تكبر، عمر مثلا 18 من 15 ل 18 يوم، بدأت تطلع تاكل مع امها، تبدأ ايه يعني تاكل حاجات بسيطه كده مع امها. يبقى انت بتعمل ايه يا شباب؟ بعمل حاجه اسمها علافه اضافيه. بعمل حاجه اسمها ايه؟ علافه اضافيه. اللي انا كنت عامل لكم قبل كده فائده العلافه الاضافيه يا شباب في الفيديو تمام. العلافه الاضافيه يا شباب بحط فيها علف وبحطها بعلقها في الجنب بتاع البطاريه، بحط فيها علب بنسبة قد ايه؟ بنسبة 10 جرام لكل ارنب، 10 جرام لكل ارنب. يعني انت عندك مثلا ارنب مثلا ورميلها 7 بحط 70 جرام، ارنب ورميلها 8 بحط 80 جرام. دولت للارانب الصغيرة، الصغيرة. علف الام زي ما هو 150 جرام، الارنبة خلصتهم بسبب انها بترضع والكلام ده يا شباب، ممكن ازودهم ل 170 جرام مع العلافه الاضافيه اللي انا حاطط فيها ايه؟ حاطط فيها كل ارنب 10 جرام. يبقى كده اتفقنا يا شباب، الارنبه الارنب 100 جرام لحد ما يعشر، بعد ما تعشر يا شباب 120 جرام، بعد ما تولد 150 جرام الى 170 جرام بالكتير قوي، وكل ارنب الارنب المفطوم بياخد معاك 10 جرام. عندك مولود عندك 10 ارانب حط لهم 100 جرام، عندك 7 ارانب بتحط لهم 70 جرام، 8 80 80 جرام. ولازم يكون معاك ميزان، يعني مثلا الكوبايه دي يا شباب معاك عيار زي ده بتعايره على الميزان كده، ده مثلا 30 جرام على الميزان، الكوبايه 30 جرام على الميزان، بعاير من العلف اهو، هشوف مثلا ال 100 جرام قد ايه. اهو يا شباب ده كده بتبقى 130 جرام اهم، اهم في الكوبايه، بتعمل عيار، بتعاير على الكوبايه، بتعاير نفسك بعد كده بقى، مش شرط انت كل مره تعاير ايه؟ تعاير بالكوبايه، اهم حاجه انت تعاير نفسك يا شباب اهو، ادي ال 100 جرام هنا كده، تبقى انت عرفت اهو، تعاير على الكوبايه 130 جرام بوزن الكوبايه نفسه، اللي المعرض تعاير عليه، تمام؟ بعد كده تلف ارنبك يا شباب، تلف الارنب بتاعك. كده احنا شرحنا ردا على سؤال المتابع على القناه، قال لي اشرح لي نسبة العلف بتاعت الأرانب من تاريخ الفطام لحد ما الأرنبة تيجي تولد، علشان لو انت رحت لأي حد اشتريت منه أرانب مفطومة لسه مفطومة جديد، وانت اشتريتها منه وعايز تربي أرانب وشرى أرنب صغيرة يا شباب، انت عارف هتتعامل معاها ازاي لحد ما الأرنب يولد معاك، لحد ما الأرنبة تولد معاك وترضع كمان، تولد وترضع طبعا. يعني ارجو ان اكون يعني قدرت ان اوصل المعلومه ووصل رد السؤال، اجابه على السؤال بتاع المتابع اللي كلمنا على القناه، عشان ما اطولش عليكم
أرجو الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.